عرفت حياتي؟ شو؟ تيتا جاي من فرنسا. عن جد؟ تعرفي انه انا ما شفتها الا ليلة عرسنا؟ كيف؟ ما رجعنا بعد يومين من عرسنا، وصلناها على المطار وودعناها. ايه هونيك عن جد حكيت معها. ييي اذا بتحكي معها بتجنن بتجنن، رح تقول عنا شو هالست الفهمانة. بعرف حياتي، بعرف انها فهمانة، بعرف. كيف بتعرف؟ ما عم بتقول ما حكيت معها. لك يا حياتي لو منا فهمانة كانت تركت امك وسافرت على فرنسا قعدت مع عمك، ومش بس فهمانة لا تعمل هيك يعني 60 فهمانة كمان. عرفت؟ البابا والماما علقانين سوا. طبيعي، عشو هالمرة؟ لك البابا بده انه التيتا تنزل عنده بالبيت، والماما بدها تنزلها باوتيل. باوتيل؟ معقول حياتي؟ ستك جاي من فرنسا لتشوفهم بدها تنزلها باوتيل؟ ليك هي اذا نزلت باوتيل اكيد رح ترتاح كتير من انه تنزل مع امك بزيت البيت. بس شو بدي اقلك؟ اللي عم يعملوه هذا بسموه قلة ذوق. هيدي ديا. اجت توتي، اجت توتي. كريم كريم حبي البنت الوضع سرعة. شو عامل ابو ملعب؟ انا ما عملت له شيء. مين عمل لك هيك؟ بنتك ديا. شو عملت له ابو ملعب؟ هفته حجر على مخه. شو؟ حجر على مخه؟ انت وين كنت؟ قلت بعلى بنتي شو عملت؟ انا قلت لها، ديا لا ما بيسوى هالشيء، عيب لا يجوز هالشيء ابدا. ما كانت تسمع مني. يا عمي ليش ما بدك تسمع مني؟ بدي كسرك على راسك. لا يا ابو منعم، انا بحبك كثير تعرفني، عم تصدق لفادي. ايه بصدقه، بعدين حسابك معي بعدين. بنتك وين؟ بنتي شو بدك من بنتي؟ بنتك فلا تهذيب، ضربتني بالحجر على راسي. بنتي لا يا عمي شو عم تحكي؟ بنتي بدها تضرب؟ لا معقولة بنتي صغيرة بدها تعمل حجر تضربك على راسك؟ لا يا عمي شو هالحكي هذا؟ وانا اقول ليش كنت حبلها لبنتي بجاي راكد يا ماجي وسكر الباب وما تفتح الباب. لا يا ابو منعم ما تصدقوا. ما بدك تصدقوا. لك يا خيم المنطق شو بيقول يا ابو منعم؟ بنت صغيره ما فيها تحمل الحجر لوحدها وتضرب حدا على راسه بالحجر. بما انه كان معها حدا وعلمها هالحدا تحمل الحجر وتكبه، منو هالحدا هيدا؟ هيدا الخواجة وزيه. شو؟ أبو منعم ذخيرة وحيات بشو بدي أحلف لك؟ وحيات معزتك عندي يا أبو منعم، ما كنت أعرف إنه هذا أنت؟ عم يحلف بمعزتك. شو يعني؟ يعني عم بكذب هذا شو بطيئة قوي. لا يا وزيه النحس عم بتحرض الأولاد علي يا وزيه. دخيل عم بتحرض الأولاد اجعلها رحمك.